حسن نصر الله 58 عاماً، ذراع إيران الأقوى في العالم العربي حزب الله. المجموعة تقدم نفسها كحركة مقاومة قائمة على المبادئ الإسلامية، مصنفة إرهابية في أمريكا، لكن أبعد من العمل المسلح. يدير حزب الله شبكة من الجريمة المنظمة تمتد من أمريكا الجنوبية إلى الضاحية الجنوبية. التقرير الأمريكي الذي كشف لأول مرة عام 2008 نشاط حزب الله الإجرامي العابر للقارات، إدارة باراك أوباما لم تتحمس للتحرك ضد حزب الله لعدم تهديد مسعاها لإبرام اتفاق نووي مع إيران. كل شيء يبدأ في كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم. هناك يتداخل عالم حزب الله وبارونات المخدرات. أموال الكوكايين يستخدمها حزب الله في تجارة سيارات مستعملة بين أمريكا وأفريقيا، لا سيما بنين، ثم تبيض الأموال عبر مصرف في لبنان. المحققون الأمريكيون يعتقدون بأن عوائد حزب الله من الشبكة تتخطى مليار دولار سنوياً، لكن حرب إدارة دونالد ترامب على الأموال الإيرانية تضيق الخناق على شبكات تمويل حزب الله. وتلك الفسحة التي يتسامر فيها معممو إيران مع بارونات المخدرات تضيق باستمرار.